تذكرون بكل تأكيد ما حصل للضابط علي شياع المالكي الذي تم سجنه 3 أشهر مجدداً قبل أيام بعد إلقاء القبض على أحد المهربين الإيرانيين. شقيق الضابط يتحدث عن معلومات في سياق المقطع التالي، نتابع. يعني على مود واحد إيران تحاكمونه عراقي، عراقي شريف تحاكمونه؟ لا الله يرضاكم ولا محمد. زين المحاكم عليها ضغط، اللي هو القائد عليه ضغط، زين وكلها عليها ضغط على مود هذا الرجل علي شايع. علي شايع مطببينه للسجن، طلعوه من السجن، طببوه للسجن، طلعوه من السجن، اخر هسه الشيحك مو 3 شهور. هاي ختاميه مالتكم يا الحكومه العراقيه الشريفه. طبعا اكو ضغوط على المحكمه، اكو ضغوط، اكو ضغوط على البصره، اكو ضغوط على القضاء، طبعا اكو ضغوط.